إذا مشاهدي ومتشبعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا المباشر من مدينة الدار البيضاء، بالضبط من أمام المعلمة الدينية والتاريخية مسجد الحسن الثاني اللي غادي نقولكم مباشرة على قناة الشعب، قناة شوف تي في، لحظة رفع أذان صلاة الصبح من المسجد الأكبر بالمغرب، مسجد الحسن الثاني. غادي نلقاو التعاليق ديالكم ريتما يرفع أذان صلاة الصبح. مهدي العلوي صباح النور، عبد الرحمن الصديق صباح النور، أيوب الساخي سلام. نتمنى من المشاهدين الكرام يقولوا لنا من أي مدينة ومن أي دولة كتابعوا هذا المباشر، واش حتى نتوما باقي ما أذنش عندكم الأذان. رشيد الزهري الإدريسي صباح الخير، دو فرنس من فرنسا مرحبا. نباتو أقديم صباح النور، يوسف مغدي ميمتو سلام، عادل العمراني ما شاء الله، خلاف السلام ورحمة الله، السلام عليكم. ودا من مع الخمسة وستاش دقيقة اليوم بعد التذكير الأذان ديال محمد حيبور صباح الخير، صباح النور من السطات، عواشر مباركة مكي سلام من تمسنا، سيدي مؤمن وعيش في خريب عبدو روما مرحبا. قلنا بأن اليوم الأذان غادي يكون مع الساعة الخامسة بالضبط، يعني بقى 15 دقيقة للأذان، يعني باقي الوقت اللي بغينا نوضي السحر. سعيد نجي شكرا بزاف أخي كريم على هاد اللايف، مرحبا سيدي. هشام العنطري صباح الخير خويا جواد، هذا العلوي ماشي جواد، يوسف المرضي بشير أشكر السلام عليكم كيف حالك. هنا عندنا في تطوان شنية تيأذن هي، يوسف مغدي ميمتو فين صافا مرحبا خويا، عبد الرحمن صباح النور من السطات. البارح كانت تأذن مع الخمسة وجوج دقايق، اليوم غادي يأذن مع الخمسة قد قد غادي وكينقص. عبد القاسم المشروحي السلام عليكم، وعليكم السلام، حاولوا تبارطاجيو باش نكتبوا نكونوا اكثر ان شاء الله، حاولوا تبارطاجيو مشاهدينا الكرام، حنا دابا 388 كلشي بارطاجي. اكرم راجي السلام، لاباس اخويا. مهدي علوي كيداير بو علوي مرحبا سيدي شكرا. يونس ميغاوي السلام خويا صافا، غريب كازا السلام، هشام الأكحل، محمد السيح السلام عليكم، رمضان مبارك كريم شكرا، بارك الله فيك، بارك الله فيك من بروكسل شكرا. عبد الرزاق عرباوي السلام، بغادة الحسن تقبل صيامكم شكرا، هشام الأكحل السلام، أبو الكحل بصحة صورك الله يعطيك الصحة سيدي، بغادة الحسن الله يثبت لاجر شكرا، حسن سامي السلام عليكم، مريم مريم صباح الخير، سعيد السلمي، براد الحسن عواش مبروكة، أكرمة تحية خويا شكرا، عبد الله حميدي صافا صافا. كيجاك ابراهيم دياز، وابراهيم دياز ما نقدروش نحكموا عليه اول مقابله، عنده الاختلاف في اللغه، عنده اختلاف في الطريقه كيفاش كيلعب مع الاسبان في ريال مدريد، اول مره غادي يتعامل مع مدرب عربي، يعني بزاف ديال العوامل ما نحكموش عليه من المقابله الاولى، مازال ان شاء الله مازال يقول الكلمه ديالو، نتمنى ان شاء الله بانه يقول الكلمه ديالو يولي
بحال زياش بحال الحكيمي بحال ولا افضل. المهم ان شاء الله يكون خير. الوليد باقي صغير كيلعب تبارك الله. المهم عنده السوفل نقدروا نعولوا عليه في كاس افريقيا. السيد ما كيعياش تبارك الله، عنده السوفل وباقي صغير، يكون غير خير ان شاء الله. شاكر شاكر واش مبروكه عبد الرحيم بيبيش، لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. شكرا. ديال الزوار اليوم كاملين ممكن. مجيد بن جدي، السلام عليكم واش اخبارك؟ بخير. حسن الهويبي، طنجاوية طنجاوية، السلام وعليكم السلام. بارطاجيو بارطاجيو باش الناس خرين ينوضو يفطرو. اذا غادي نسكتو نستمعو للقرآن. عشرة ديال الدقائق جناتي مصطفى ينوضو يصليو. زوي محمد قال لك فاس غادي يأذن مع 54 دقيقة ممكن. الوقت ديال فاس ماشي وقت مدينة الدار البيضاء. عبدو عبد الله السلام عليكم. شكرا طنجاوية طنجاوية، تحية متبادلة. الفاسي فاس غدا. السلام عليكم أخي الكريم. وعليكم السلام. Oh.
الترجويات قبل الله صيامكم من نومكم. شكرا. بالدجاج احمد هنا في الجزائر، يلاه فطرنا الله يقبل لكم. امي جنتي ما شاء الله تبارك الله الرحمن، محمد الوليفي الفاسي اسفي. احنا مازال دول بالنادي، تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام. باقيين 6 ديال الدقائق اللي بغى يشرب يشرب، بقى 5 ديال الدقائق، مبقاش بزاف. خمسة ديال الدقائق. منصور حميد منصور جديد، تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام. حميد من الجديدة، مرحبا بسي حميد من الجديدة. يوسف السلام عليكم، رمضان كريم من أمريكا، مرحبا. بقى 4 ديال الدقائق. الجنداري عز الدين، تحياتي لكم من مراكش، مرحبا. عبد العالي ابو طالب، السلام عليكم اخي العزيز. وعليكم السلام. احمد السويكني، السلام عليكم ورحمه الله اخي العزيز، حفظك الله. شكرا. من الحمار الغريب، من سيدي بن نور، صيام مقبول. محمد الوليفي، عبدو عبدو، تحية من رحامنا. جواد مارس، الله يبارك، تحياتي من سيدي بن نور. طنجاوية، طنجة الدم مع 54 دقيقة. الفاسي، تقبل الله منكم الصلاة والصيام. عبدو، تحياتي بالناظور. الإمام اللي كيكون هنا في مسجد حسن الثاني هو عمر القزابري. أحمد المعلم إلياس من السوالم، تحياتي من أنس سيمو ألوان، تحياتي من أنس، تحية متبادلة. فيصل الصيف، السعودية من مكة المكرمة، تحياتي لكم من عين. عبدو عبديله من عين جديد. صافي صافي من هولندا، صباح الخير، تقبل الله منكم. شكرا. من الدار البيضاء، تقبل لي ولكم. أمينة صباح، تحياتي من فاسي في أمريكا، تحياتي من الزمامة. هيبة، الله يحفظك ويتقبل منك الصيام والقيام. شكرا أخت هيبة. السلام عليكم. اذا نشوفوا شحال بقى، هات دقيقه. الهام من محمد، يا السلام.
عبد العالي بو طالب من سيدي المختار اخي العزيز، تحياتي لكم من طنجة عبد الوهابي، لا الوهابي الوهابي. وداد دريم تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال. شكرا اخت وداد متابعة الوفية لقناة شوف تي في. سي محمد السوساني تحياتي من كتامة. محمد علاوي السلام عليكم، الله يرحم الوالدين يا ربي امين يا ربي امين، الله يرحم والدينا ووالدي المسلمين اجمعين. سعيد الصبيغي الله يتقبل منا ومنكم بالقران الشديد، تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال. ساره ساره عبد اللطيف من سيدي بنور. رشيد رضوان تحياتي لكم من الفقي بن صالح. اذا الخمسة ديال الصباح غادي يأذن دابا واحد الجمعة. جواد قادي السلام تحية.
أكبر الله أكبر والحمد لله رب العالمين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الصبح من مسجد الحسن الثاني بمدينة الدار البيضاء، نقلناه لكم مباشرة على قناة الشعب، قناة شوف تيفي. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام، وشكرا على طيب المتابعة. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم.